شوف تشكيل النادي الاهلي او مش تشكيل النادي الاهلي زي ما انتوا عايزين. اتفضل يا كريم. والله يا كابتن اسلام، في البدايه طبعا برحب بيك وبرحب بكل مشاهديك، وعندك كل الحق طبعا في المناقشه. الامر طبعا جدل بالنسبه لجدول الدوري العام، وامور كثيره جدا طبعا اكيد هيبقى ليك يعني كلام فيها مع نجومنا في الاستوديو التحليلي، ونقاش عديد، وفي انتظار كمان ان شاء الله كابتن سيد عبد الحفيظ مع كابتن محمود الخطيب، لان الامر بقى صعب جدا. ان شاء الله النادي الاهلي هيفضل مستمر في الانتصارات، وهيفضل مركز، وهيفصل نفسه عن كل الامور الخاصه بيها هذه يعني المطارات خلال الفتره القادمه. ابدا معاك سريعا يا كابتن اسلام بتشكيل فريق النادي الاهلي في حراسه المرمى: الشناوي، خط الظهر من اليمين الشمال محمد هاني، ياسر ابراهيم، ايمن اشرف، علي معلول، في المنتصف عمرو السوليه، حسام عاشور، وليد سليمان، حسين الشحات، ورمضان صبحي، ووليد ازارو. الاحتياطي الخاص بفريق النادي الاهلي: شريف اكرامي، صالح جمعه، مروان محسن، احمد فتحي، رامي ربيعه، جونيور اجاييه، وجيرالدو. ده التشكيل طبعا اللي تم الاختيار من مستر مارتن لاسارتي المدير الفني لهذا التشكيل لهذه المباراه الهامه والمرتقبه. على الجانب الاخر تشكيل فريق نادي الاسماعيلي في حراسه المرمى: محمد فوزي، خط الظهر من اليمين الشمال اسامه ابراهيم، محمود متولي، باهر المحمدي، احمد ايمن منصور، في المنتصف عماد حمدي ومحمود عبد العاطي، على الاطراف مصطفى فارس، محمد صادق، وفي الهجوم كريم بامبو ومحمد الشامي. الاحتياطي ايضا الخاص بنادي الاسماعيلي: كمال السيد، محمد هاشم، وجيه عبد الحكيم، عبد الرحمن مجدي، شلونجو، حازم مرسي، ومحمد الضرف. ده التشكيل طبعا الخاص بالفريقين. وفي اللحظات يمكن انا بكلمك فيها دلوقتي يا كابتن اسلام، بيستعد النادي الاهلي لاجراء الاحماء لهذه المباراه الهامه والمرتقبه. التركيز كالعاده هي سمة معسكرات فريق النادي الاهلي في فندق الاقامه هنا في الاسكندريه. لعبتنا طبعا يمكن بعد الفطار مباشره بنصف ساعه توجهت الى استاد برج العرب استعدادا لهذه المباراه. الامور كلها مطمئنه حتى هذه اللحظه، مباراه بدون جمهور، وكنا بنتمنى كالعاده كابتن اسلام تكون في عدد من الجماهير، ولو عدد قليل لكن بيبقى ليهم تاثير بشكل كبير جدا مع فريق النادي الاهلي سواء في التدريبات اكيد طبعا او في المباريات. يمكن كمان نقول كلامك في هذه اللحظات، الاحتياطي الخاص بفريق النادي الاهلي بينزل الى ارضيه الملعب. ان شاء الله كابتن اسلام باذن الله يكون هذه المباراه من نصيب النادي الاهلي، مباراه تكون جيده باذن الله، ويستطيع النادي الاهلي ان يحصل على 3 نقاط. اتفضل يا كابتن اسلام. شكرا جزيلا يا كريم، ويعني النهارده